في اليوم العالمي للنساء وفي الوقفة النسائية رسائل منهن لابد أن تصل. نشاهد الآن ونستمع إلى نشطة نسوية. السيدة تتحدث وستسمعونها وهي تذكركم بواقع المرأة في العراق. تقول إن هناك عراقيات أحرقن أنفسهن في دار الرعاية، فهل سأل عن حكايتهن أحد؟ وهناك من يحاولن الانتحار من حين إلى آخر، فهل وقفت جهة حكومية ما عند أسباب هذه المشكلة وأبعادها مثلا؟ ليس هذا فقط، فحديث السيدة اشتمل أيضا على واقع المرأة في البصرة التي تلاحق بشكل شبه يومي من قبل الميليشيات وذلك بسبب مشاركتها بالتظاهرات. التفاصيل في المقطع الآتي. لم يزد شابات في دار اللواء الحكومية تحرق نفسها لأنها أصيبت باليأس. لما الدولة توصل المرأة الشابة اللي ما باقي عندها أحد إلى حافة الانتحار، لما الناشطة تطلع بالبصرة وتتظاهر وتكتشف أنه الميليشيات تتربص لها حتى تقتلها، هذه الدولة تتغمض عيونها عن كل المظالم اللي تقع على النساء. ولهذا الغرض نقف وقفتنا هاليوم ونعترض ونقول انه رمزنا لهذه السنه انه مقاومتنا بالضد من قمع الدوله للمراه راح تكون حقيقيه. شو شعارنا لهذه السنه هو تلك مطالبهم. وللحكومة الحالية ربما كان هناك رأي مختلف.